معانا النهارده الأستاذة بديعة منصور، وهي من أوائل المتدربات في المجلس القومي للمرأة. مش عارفين يعني إيه متدربة، لكن هي هتشرح لنا النهارده الكلام ده كله. ومعانا الأستاذ باسم كامل، مقرر لجنة المشاركة السياسية في المجلس القومي للمرأة وعضو المجلس. والأستاذ باسم طبعا نيابي سابق، وهنتكلم معاه في الشكل القادم إن شاء الله للعمل السياسي فيما يخص المرأة. وأنا اسمحي لي أستاذة بديعة أبدأ بس مع أستاذ باسم، وبعدين ننتقل للتدريب. أستاذ باسم، مقرر لجنة المشاركة السياسية، يعني هل في خطوط جديدة المرة دي للمشاركة السياسية بالنسبة للمرأة بتختلف عن الفترات اللي فاتت؟ طيب يمكن هيوضح كلامي لما الأستاذة بديعة تشرح التجربة بتاعتها. الطبيعي اللي احنا كنا بنعمله، وحضراتكم اللي قمتوا بمسألة التدريب. طبعا. الطبيعي اللي كان المجلس القومي بيعمله في الشق السياسي، يعني ان هو كان بيحاول على قد ما بيقدر طبقا للإمكانيات المحدودة، يعني انه يوصل للسيدات والنساء في كل الجمهورية. احنا عندنا 27 مقر في كل المحافظات. ويعمل النوع اللي بنسميه التوعية، يعني مش التأهيل، ان نرفع الوعي السياسي عند المرأة المصرية اللي هي ابهرت كل العالم في التجربة بتاعت 25 يناير وفي تجربة 30/6، وكل الناس بتشيد بيها. طيب هنسيبها بقى كده؟ لا، لازم نبذل معاها شوية مجهود، وان احنا نوعيها وتبقى فاهمة الفروق ما بين التيارات السياسية، يعني نملى شوية الفراغ اللي حاصل في الفترة الطويلة اللي فاتت قبل كده. طيب ايه اللي بنحاول نعمله النهاردة؟ ان احنا بدل ما يبقى توعية، ان احنا نوعي عدد كبير جدا وده بيتم على الالافات، يعني ان احنا نركز على مجموعة محددة ونعمل لهم تأهيل علشان الخطوة اللي جاية ان شاء الله بتاعت البرلمان يبقى عندنا عدد من النساء اللي بيتنافسوا حتى مع بعض. يعني احنا هندرب، يعني انتوا رحتوا 27 محافظة تعملوا توعية. وتم اختيار ده المجلس بيعمله طول الوقت. ايوه، وتم اختيار، ما احنا كل ده بنتكلم من خلال المجلس القومي للمرأة، وتم اختيار مجموعه بقى بعد هذه التوعيه، تم اختيار مجموعه للتاهيل. لا، انا الاختيار هقول لك اخترنا ازاي. المهم بس الفكره ان احنا بنأهل بقى عدد محدود اللي هم هيخشوا الانتخابات اللي جايه ان شاء الله بتاعه البرلمان. اللي هيتنافسوا ضد بعض، يعني مشان ما بنملش الفصيل على حساب فصيل، كل الفصائل السياسيه هتبقى موجوده، حتى اللي بيتنافسوا مع بعض بنعمل بينهم بقى حاله اللي هي التنافس السياسي المحترم. ويبقوا يعني حتى بتدربهم على كيفية حتى التنافس. وبعدين في النهاية المجموعة دي كلها هيخشوا الانتخابات، وعدد منهم هو اللي هيكسب، فيمثلوا بقى زمايلهم اللي ربنا ما وفقهمش وما كسبوش. يبقى اللي دخلت دي بتمثل الفصيل بتاعها او الحزب بتاعها، او حتى لو هي مستقله، بس كمان بتمثل كل الستات اللي دخلوا معاها. هم بيمثلونا كلنا، ما هتمثلنا احنا كمان. طيب اللي في الخارج مش اللي دخلوا معاها بس. الهدف بقى اللي احنا بنحاول نعمله ايه؟ احنا عندنا ازمه في رؤيه المجتمع. احنا عندنا مجتمع ذكوري. انا عايزه الاول اعرف المواصفات اللي اخترتوها في المؤهلات الذين يتم تاهيلهم. طيب، او ايه هي النوعيه، الشروط اللي اخترتوا من خلالها النوعيات اللي بتتدرب؟ طيب الحقيقه احنا كنا بنحاول نشتغل بطريقه ان احنا نجيب عدد كبير جدا ونبدا نعمل معاهم انترفيوهات ومقابلات ونفرز ونعمل زي تقييم، لان مش كل واحده عايزه تبقى في البرلمان تنفع. على اي اساس بقى تم التقييم؟ تقييم ومعايير موضوعيه، يعني امكانياتها بتعرف ايه، يعني مش معقول تجيب حد مش عارف حاجه خالص. انتوا عايزين ايه؟ ما ده اللي كنت عايز ابدا بيه. تكون ايه المعرفه؟ ما انا كنت عايز ابدا بده. انت قلت لي بس قول لي اخترت ازاي، فانا خليني اقول لك الفكره. احنا عندنا في المجتمع الذكوري بتاعنا اللي هو النظره مش من الراجل بس، كمان من الست. بتبقى عندها نظره سلبيه تجاه الست اللي زيها. طيب انا هروح اختار واحده ست عشان تخش البرلمان؟ الست نفسها بتفكر كده ولسان حالها تقول لا، ده هي خليها في بيتها، هي بتاعت تربي العيال، تراعي العيال، وده دور عظيم جدا احنا ما بنغفلوش، بس هي شايفاها في الحته دي. طيب احنا علشان نغير وجهه نظر الستات دول ونقول لهم لا، ده الست تنفع في المناصب دي، محتاجين يبقى عندنا النموذج اللي يبقى موجود ويبقى ناجح، ناجح جدا. مش ناجح يعني واحدة نجحت وخلاص ما حدش ياخد باله منها، لا، ده احنا عايزين ستات لما يبقوا في البرلمان. احنا في القانون اللي جاي ان شاء الله هيبقى عندنا ما لا يقل عن 70 واحدة ست في البرلمان. ده الحد الأدنى. طيب ال70 واحدة ست دول لما يدخلوا البرلمان يبقوا نماذج ناجحة، فيخلوا الستات والرجاله لما يشوفوهم يقولوا اه والله لو ما اتشالت بقى الكوتا دي واتعملت انتخابات في المستقبل ما فيهاش تمييز ايجابي للستات، الرجاله والستات ما يبقاش عندهم الغضاضه ان هم ينتخبوا واحده ست ويقولوا لا ما هي
التجربه اللي فاتت اثبتت ان هم كانوا ناجحين وكانوا زيهم زي الرجاله وما يقولوش عنهم، بل في منهم احسن من الرجاله كتير. طب ده هيحصل ازاي؟ لو جبنا اي واحده قلنا لها يلا اكسبي والحزب بتاعها دعمها وكسبت وخلاص؟ لا، ده احنا عايزين نحط معايير ان الستات دول يبقى عندهم قدر الحد الادنى المطلوب من المعرفه والحد الادنى من المهارات والحد الادنى من الفكر والوعي السياسي اللي يخليها لما تبقى موجوده في المكان ده تقدر تبقى النموذج المشرف او البروتوتايب يعني اللي يخلينا نقدر نسوق بيه فكرة ترشيح السيدات أو انتخابهم في انتخابات اللي جاية اللي لو ما تحطتش فيها الكوتا اللي احنا ما نضمنش انها تفضل موجودة. الكوتا دي احنا حاربنا عليها علشان تبقى موجودة، يعني احنا لغاية آخر لحظة كانت مرفوضة ومش عايزين الكوتا موجودة في بلاد كتير، ما هيش مش شيء معيب. ده هي قبل القانون ما يطلع بكام يوم احنا المجلس القومي للمرأة وفد برئاسة السفيرة ميرفت اللي رحنا قابلنا السيد الرئيس الأسبق عدلي منصور، وبعديه رحنا قابلنا الوزير العداله الانتقاليه المستشار امين المهدي، ولولا المقابلتين دول ما كانتش اتحطت فكره ان نص القوائم تبقى ستات ونص المعينين يبقوا ستات. فاحنا على الاقل ضمننا ال 70 واحده ست هيبقوا موجودين، بالاضافه بقى للي ربنا يكرمهم ويخشوا انتخابات الفرد اللي هي تبقى صعبه شويه. عايز اخد بس فرصتي مع حضرتك شويه، يعني حضرتك قلت دلوقتي 70% لا 70 واحده 70 واحده مقعد 70 مقعد للسيدات. طب ليه حضرتك كل ما تتكلم تقول الحد الادنى الحد الادنى الحد الادنى؟ يعني ما هو انا كمان عشان اروح انتخب حد لازم ابقى عارفه ان هي هذه السيده هي من السيدات المثقفات ذات الشان في بلدنا، او ان انا رايحه انتخب ست بتمثلني انا كسيده بسيطه في منطقه شعبيه، فعايزه الست دي هي اللي تمثلني لان هي فهماني، مش هروح اجيب واحده مثقفه ما تعرفش عني حاجه ولا عن حياتي حاجه عشان تمثلني. اذا في كل مجال له نوعيه المعينه اللي هتمثله، عشان انا اكون مقتنعه بيها. يعني حتى انا وانا قاعده بشاهد جلسات البرلمان زي ما كنت بشاهد البرلمان السابق حضرتك، احنا كنا شايفين سيدات مع الاحترام ليهم ايا كان الكلام اللي هم كانوا بيقولوه بصرف النظر عن المهاترات اللي كانوا بيقعدوا يهاتروها، يعني كانوا بيقعدوا يناموا حضرتك في المجلس. لا يعني بس الكاميرات لما كانت بتيجي عليهم بس احنا عايزين ما نغفلش ان كان في التيار المدني بتاعنا كان في اكتر من نائبه كانوا في منتهى الروعه. انا هذكر اسمين، يعني النائبه سناء السعيد اللي وقفت في وش الاخوان والاستاذه مارجريت عازر، والله ما بناخدش الاثنين كانوا رائعين. يعني ما تاخدنيش لمجال الاسماء. لا انا قصدي اقول ان كان في اسماء، احنا بنتكلم عن برلمان سابق احنا كلنا كنا رافضينه. انا مش قصدي اسامي، انا بقول ان مش كل الستات اللي كانوا في البرلمان السابق كانوا طالبين. كله معقول ان الستات هتتفقوا ان هم يجوا يناموا؟ يعني حضرتك يعني بس انا حبيت يعني دي كان في نوعيه من السيدات كل وظيفتها في البرلمان ان هي جايه عشان تنام يعني. ويمكن كان احنا كان بس عندنا مش بس الحمد لله والرجاله كمان الجرأه الكافيه انه كنا بنصور ده وكنا بنظهر ده، والناس عرفت انه هذه النوعيه لا تصلح للمكانه دي، وان هم كانوا جايين زي ما بنقول بالباراشوت يعني. وطبعا كان منهم طبعا لوك 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 اللي هي ست ام ايمن الله يمسيها بالخير، دي كانت لوحدها برلمان يعني، دي كانت كروس كده في فاحنا مش عايزين نكرر الحاجات دي تاني، احنا عايزين نقول ان كل ما نقعدش نقول الادنى. اشمعنى الست اللي تدخل بالادنى؟ انا مش عارف، انا يعني انا بقول يعني لازم حضرتك انا يكون كلمه الحد الادنى اللي قلتها بتكلم عن في حد ادنى هيقبله في المكان ده، يعني لازم زي ما هو الحد الادنى. ما هو الحد كلمه الحد الادنى مش حاجه وحشه، انا بقول مش هقبل اي حد، لازم يبقى في حد محطوط كده علشان اللي داخلين دول يعدوه علشان نقبلهم. يعني لما اكون انا مثلا همثل المنطقه الشعبيه تمام جدا مفروض فيا انه ايه اللي يتوفر؟ طيب احنا زي ما قلت لك المعايير اللي احنا المعايير الموضوعيه المام بالمفاهيم السياسيه، يعني لازم واحده ست داخله البرلمان ما تبقاش مش عارفه، واحد يقول لها ده ليبرالي وده راسمالي وده اشتراكي ما تبقاش عارفه الكلام ده، لازم تبقى فاهماه حتى لو مستوى تعليمها مش تعليم جامعي يعني، ولا يعني حتى مقبول ان هي تبقى تعليم متوسط بس تبقى فاهمه الكلام ده. لازم يبقى عندها قدره على التواصل، يعني ما ينفعش واحده ست عظيمه جدا بس بتتكسف، ويعني لو حد كلمها تخجل وما تعرفش ترد، لازم تبقى عندها المهارات تعرف تتكلم مع الناس، لو عندها فكرة تعرف توصلها، لو عندها مشكلة تعرف تتناقش فيها، انت بتقولي لها فكرة تعرف تناقشك وتقنعك. على فكرة انا كل ده انا بستفسر، يعني احنا قاعدين هنا عشان ما يبقاش يعني ما يعني بنستفسر، يعني انا اكتر
بسال لاستعلم عن الشيء، لانه مش المفروض، المفروض ان كل واحد دلوقتي قاعد قدام الشاشه هو عايز يستعلم عن ده. فيعني علشان كده، عشان الحاجات اللي حضرتك بتقولها دي، تم عمل تدريب لمجموعه من السيدات. لا، التدريب اللي هتحكي لنا عنه الاستاذه بديعه ده تدريب اللي هو التوعيه، مش التاهيل. توعية اللي هو أي واحدة ست في مصر، أنا نفسي أوصل لكل الستات اللي في مصر أعمل لهم التوعية دي، يعني دي توعية تتعمل للإنتاج الكمي، أنا عايز كل الستات يبقوا فاهمين ألف به سياسة، مش لازم كل الستات يبقوا خبراء في السياسة زي كل الرجالة، يعني مش لازم كل الناس تبقى تفهم سياسة، بس يبقوا عارفين ألف به، لما حد يتكلم قدامهم يقول لهم إن الديمقراطية ليها علاقة برغيف العيش يبقوا فاهمين الراجل ده بيقول إيه. تعالى ننتقل من النقطة دي علشان يعني يعني نشوف نقطة جديدة، لأنه في حاجات كتير جدا لازم حضرتك نتكلم عنها، ولازم نتكلم عنها من خلال الدستور. يعني الدستور فيه أكتر من بند لمشاركة المرأة، عايزين نفتحهم مع حضرتك النهاردة. أستاذة بديعة، اللي قاله الأستاذ باسم ده مجهود يشكروا عليه في المجلس القومي للمرأة، إن هم حتى يعني عاملين التوجيه اللي بيزقنا زي ما بنقول للدخول في هذا المسار الصحيح. ايه اللي حضرتك، ايه اللي قيل في هذه الدورات التدريبيه؟ الدورات التدريبيه دي قسمت لاجزاء نظريه، ويلاها يعني تلاها ورش عمل، تلاها تطبيقات، اختبارات. يعني كان الناس يعني في النهايه السيدات اللي بتجتاز الاختبارات بتاخد شهاده تخرج. خطوط عريضه، انا عايزه اعرف بتجتازوا الاختبارات في ايه؟ ايه البنود يعني اللي كنتوا بتحطوا ايدكوا عليها؟ ايه الحاجات اللي كانوا بيركزوا لكم عليها؟ من اللي بيقوم بعمليات التدريب دي؟ يعني مين اللي بيدرسها؟ خبراء واساتذه متخصصين في العلوم السياسيه. هنا بقى عايزه اسماء في العلوم السياسيه. جميل. خبراء متخصصين. جالنا خبراء في الاعلام، يعني جالنا ناس اعلاميين يعرفك ازاي تتواصلي، ازاي التواصل، ايه هي ادواتك في التواصل، ايه هي ادواتك في التواصل. مثلا كان ادوات الجسد مثلا، تلوين الصوت، يعني الحاجات اللي هو ازاي تقدري توصلي فكرتك، فكرتك سواء بال بال بالصوت او بالجسد. يعني ما فيش ثغره ثابت الا واتغطت في التدريب. يعني حتى عملوا لنا اختبارات للكاميرا، يعني ازاي ممكن تواجه الكاميرا، ازاي ممكن تقومي تعرفي نفسك في وسط كم من الناس، وتقولي املك ايه، انت عايزه ايه من عمل في السياسه. يعني هل المفروض اولا عددكم قد ايه؟ يعني انا الدوره اللي حضرتها كنا لا نقل عن 100 سيده من المحافظات. هل المفروض يكون في سمات معينه؟ يعني على الاقل سمات شخصيه، يعني دي اولا سمات شخصيه، قدر من الثقافه، قدر من المعلومات العامه، قدر من الوعي السياسي. يعني برضو بتبقى على الاقل عندها قدر يسمح لها انها لما تكتسب اشياء جديده هتنمي مهاراتها، يعني بيكون في مهاره من الاصل. طيب دلوقتي احنا قلنا مستوى، كان مستوى عالي من التوعيه. جميل. يعني ان في مستوى بيبقى اقل شويه اللي هو بنروح للمحافظات نفسها. بيجمعوا السيدات، ممكن يبقوا ريفيات، ويجيبوا لهم ناس من المحافظه بتاعتهم، يعني مش لازم يبقى اساتذه كبار، يعني ممكن بنات صغيرين يعملوا لهم يعني محاضره صغيره كده، يشرحوا لهم حاجات بسيطه. لو مستوى اعلى شويه ممكن بيجيبوا لهم اساتذه جامعه ويجمعوهم في مقر المجلس هناك في المحافظه بتاعتهم، اساتذه الجامعه اللي في المحافظه، يعني مش لازم نجيب ناس من القاهره. او انت بتقولي عايزه اسامي، لا مش لازم يبقوا بابليك فيجرز، يعني مش لازم شخصيات عامه. لا انا مقصودش ممكن استاذ جامعه، ما اقصدش اسماء، يعني 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 اسماء اشخاص. اقصد اسماء توصيف. بالظبط، توصيف ومعايير للي حاصل في ده. لكن هنقول احنا كنا بناخد محاضرات ونمتحن. اي طب احنا بناخد محاضرات في ايه ونمتحن في انا بعمل ده عشان بعد كده كان توعيه بس عاليه شويه. يعني يعني انا في مكاني اللي هتوجد فيه، انا بعد كده اللي هجمع الناس. صحيح. وانا بعد كده اللي هقعد اعمل التوعيه للناس السيدات اللي في المجال بتاعي. وانا بعد كده اللي هوجه السيدات في المجال بتاعي اللي هم يعملوا ايه، سواء في الاطار الاجتماعي او في الاطار الانساني او في الاطار الشخصي. يعني انا هبقى اللي بقوم بالدور ده. اذا انا اول حاجه فيا
لازم تكون القيادة. القيادة على أي مستوى، حتى لو كنت في منطقة بسيطة جدا جدا، أنا عارفة كست بسيطة إزاي أقود السيدات أقود مجموعة. اللي زيي، مش طالبة، لأن هما مش هيقتنعوا لو جبت لهم عالمة، مش هيقتنعوا بيها، هما عايزين اللي تحاورهم بنفس أسلوبهم هما القريبة منهم بالظبط كده. طيب البنود الخاصة بالمرأة في الدستور والانتخابات في الدستور 2014، نسبة مشاركة المرأة في هذه الاستحقاقات أعلى من الشباب والرجال على عكس الدستور طبعا السابق. عندنا المادة 11 بتكفل للدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية وتولي المناصب والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. يعني احنا عايزين برضو زي ما سبق ان احنا فندنا كل حاجة. انا عايز اقول لحضرتك حاجة، انا احب ادخل اللقاء او الحلقة ابقى بتعلم، فما يحدث ده، ما يخرج مني ومن حضرتك ومن الأستاذة بديعة، بيعلم برضو اللي الناحية التانية. لو احنا ظهرنا انه احنا عندنا هذا القدر من الثقافة اللي بيعلو المشاهد اللي قاعد، وان احنا بنبدأ من حيث هو انتهى، مش هنعرف نوصل للي احنا عايزينه. فانا عشان كده عايزة حضرتك يكون عندك بس ساعة صدر لأننا احنا ممكن نفسر بس انا عايزة افسر الكلام ده وفقا لاحكام الدستور. وفي بعد كده الماده 53. يعني عندنا اكتر من بند عايزه حضراتكم تدخلوا معايا فيه. ابدا مع حضرتك، انا هستاذنك العكس، في الماده 11. في الماده 11 انا عايز الاستاذه بديعة لسه عندها تجربه كانت بتحكي لي عنها، خليها تحكيها. اتفضلي. يعني الماده 11 اللي هو تكفل المساواه. يعني ما ينفعش ان انا هقول هعين هنا راجل وتيجي ست سيدة تتقدم للعمل أو لا عشان دي ست، يبقى التفرقة على أساس الجنس أو النوع أو دي مرفوضة في الدستور. يبقى تحقيق المساواة في تولي الوظائف القيادية الإدارية حتى القضائية، يعني من للمرأة الحق في تولي، ومنصوص عليها في المادة 11 الوظائف القضائية. جميل، يبقى ده كده هنا في متسع لحاجه معينه بتعطي حق للمراه، حق للمراه. علشان نظبط الحق ده لازم يكون في ايد مين؟ يعني لازم مين المتعاملين معاهم في المجالات المختلفه اللي نقدر كسيدات دخلوا البرلمان واصبح لنا شأن ومكانه، الناس الستات بيستنوا ان احنا نقدم لهم حاجه. ده يترجم ازاي؟ في تشريعات وقوانين. جميل. ما هو الدستور يعني ازاي هطبقه؟ جميل. الدستور اللي هيطبق بتشريعات وقوانين. جميل. التشريعات والقوانين دي مين اللي هيحطها؟ النواب. جميل جدا. هو بقى ده اللي يبقى مهمه النائب هنا يترجم لي ده. لو في هذا المكان في المجلس، ايه اللي حضرتك تطلبيه لتنفيذ الماده دي؟ مين اللي اقدر اقول له اذا عملت اعلان او اذا تقدموا اتنين لوظيفة لا تقدم، ما تحطش الراجل وتعطي فرصة وترفض المرأة. بالظبط كده. لو حضرتك في هذا المجال في البرلمان تطلبي التشريع ده، حاسن قانون يعاقب. ايوه، يعاقب. لازم يبقى لمدة معينة، سواء حبس سواء غرامة، المهم عقوبة رادعة. شفت الستات بقى حضرتك؟ ده كلام صح. الدخله داخله جامده. لازم تتسن الدخله اهي فيها عقوبه من اول. يتسن قانون كويس يعاقب كل من لا يطبق المساواه، لان انت كده واقف ضد الدستور. يعني اذا تقدمت المراه لاي مجال من المجالات ووجدت ان هي حد بيقف قدامها في هذا وهي صاحبه حق، طبعا زي ما كانت زي الشكاوى اللي بتبقى من فترات مثلا أخرى. ايه من حقها ان هي تتقدم بشكوى وتاخد حقها فيها بالكامل. يبقى اذا لا كان لا في تشريعات او قوانين، لا مش تاخد حقها، تاخد حقها ده اصل ما فيهوش فصل. بس اللي بتتكلم عنه استاذه بديعه ان تبقى جريمه بس يعاقب عليها ماده، يتحط لها ماده في القانون يعاقب بحبس لمده كذا مثلا. هايل. يعني هايل. فكره ان الحق يرجع لصاحبه ده اصل ما فيهوش كلام، انما كمان يعني القانون اللي حضرتك بتتكلمي عنه وده بيتجهز، ناس كتيره بتجهزه عشان البرلمان الجاي يتناقش على طول. هو قانون تجريم التمييز. تجريم التمييز.
التمييز بس ده بقى التمييز طيب. بس ده مش علاقه بقى بالمراه، ده ليه علاقه بكل انواع التمييز، كل انواع التمييز. يعني لو واحد جه تقدم لوظيفه حتى في القطاع الخاص مش في قطاع عام، يعني لو انا في شركتي واحد جه تقدم لوظيفه عندي وانا رفضته علشان هو اسمر، او رفضته علشان هو من دين غير ديني، او رفضته علشان هو ست او هو راجل، او رفضته علشان يعني اي حاجه ليها علاقه بالتمييز، مش بس بقى يروح يرفع قضية ويتعين علشان هو ده حقه، لا ده أنا أتعاقب، لازم تجرم. دي جريمة وده الجديد اللي احنا بنتكلم فيه، وده في الدستور يعني هتبقى جريمة بينص عليها الدستور، عليها فلازم يتعمل لها قانون. طب ما هو مسألة برضو وجهات النظر اللي زي اللي مطروحة دلوقتي يا أستاذ باسم، محدش عارف يمسكها زي. يعني كل ما حد يكلم يقولك إيه أنا تقديري كده، لا مفيش حاجه اسمها يعني تقدير، ما في قانون بيحكمني، او انا شايفه شايف انه قانون خمسة كان في الفتره اللي فاتت له العديد من المشاكل نتيجه كده المساله التقديريه اللي بتكون في ايد حد محدد، في اصل انا شايف ده كفء، طب انا شايف ده كفء والمية التانيين مش كفء، لا ليه لا كفء ده موضوع تاني. ما هو انا في النهايه الكفاءه بقى لازم يكون لها معيار، يعني معايير في التمييز، ما انا قلت لك حدد معايير الكفاءه. لا ما انا امتحنت 10 وقلت لك انت مش هتنفعي في الشغلانه دي عشان ما بتعرفيش فرنساوي، وانا عايز حد بيعرف فرنساوي. خلاص هنا في ما تروحيش تشتكي لي كده، حضرتك حددت معيار الكفاءه، مش تروحي تشتكي تقولي ده ميز اصل هو جاب راجل وانا ست، او جاب مسيحي وساب المسلم، او جاب يعني لا ده معيار الكفاءه اللي يناسب الوظيفه دي او يناسب المجال. بس لو انا رفضت حد لتمييز علشان جنس او دين او نوع او 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 يبقى ده اسمه تمييز، فانا هنا وقعت تحت طائله القانون واتعاقب. التقدير بقى طبعا اي قانون بيتعمل بيقول العقوبه من الى، يعني من سنه لثلاث سنين، من ثلاث شهور لست شهور، ايا كان التقدير ده بقى بيبقى للقاضي، مش انا اللي هقدر ولا حضرتك، في قاضي عنده نص وبيشوف الشخص اللي قدامه ده يعني يستحق اقصى عقوبه ولا اقل عقوبه، بس في النهاية في نص بس في النهاية في نص طبعا. بس في القانون ده بقى علشان أطبقه فكرة التمييز ده، مش بس فكرة التمييز اللي أشارت ليها واللي احنا اتكلمنا عنها، إنما كمان قانون زي قانون الانتخابات ده بيقول الدستور بيقول إن الست زي الراجل وما لازم تاخد حقها، فيقول لك إيه طبعا لأن احنا مجتمع ذكوري، يقول لك ما أنا هفتح القانون للكل والمقاعد والدوائر قدامها تروح تترشح في الكرسي اللي هي عايزاه وتكسب. طيب هل وانت بتتكلم كده بتتكلم ان احنا قاعدين في السويد ولا قاعدين في فرنسا؟ فين الستة اللي هتنزل في مقاعد فردي وتعرف تكسب من ال 500 وشوية مقعد في البرلمان اللي جاي دول؟ لو كسب 5 فردي هنعمل لهم فرح، يعني هيبقى انجاز ما حصلش، صعب جدا في الانتخابات الفردي نكسب فيها ستات، فعشان كده كنا بنحارب ان القايمة لازم يبقى نصها ستات لان مش عارف اكسبهم في الفردي، واللي هيتعينه السيد الرئيس من حقه يعين 5% تقريبا هيطلعوا 27، نصهم على نصهم الاقل سيدات. من النساء على الاقل يعني من حق يبقى هيبقى فيهم 14 او اكتر ستات، فده مكسب، انما وده اتنص عليه في قانون، يعني هنا في تشريع طلع يترجم اللي اتكتب في الدستور. لو كان القانون طلع ما فيهوش دي كنا طعنا عليه، كنا نقول القانون ده مش دستوري لانه ما ميز ما اداش المراه حقها. هتقول لي ما تروح تخش الانتخابات انا يعني ما جيتش عليها في حاجه، اقول لك لا عمليا احنا يعني مش هتكسب لا، فادي الدستور هيترجم في تشريعات اللي يعني كان بتقول اللي حصل بالنسبه للقوائم هو نوع يسمى من التمييز الايجابي، مش هنا تمييز ان بفضل المراه، لكن لا لان هي في مرحله يعني كانها في البدايه، مع ان احنا طبعا انا بعترض على كلمه بدايه، احنا تاريخ المراه المصريه من ايام هدى شعراوي وما قبلها تاريخ أيوة نضالي عظيم، لكن حصل لنا حصل انتكاسة فكأننا بنخرج من كبوة، فمحتاجين ايه يعني لما يكون عندك طفل مريض شوية واخواته اصحاء فانا بدي اهتمام اكتر للضعيف طبعا. فهو النظام القوائم اللي اتعمل فيه دعم للمرأة، يعني لان القايمة طبعا، لانه انا من خلال القايمة انت بتلقي الضوء على السيدات في الاماكن دي لكن انت لو سبتيهم للفردي زي استاذ باسم ما بيقول ما هي ممكن ما تنجحش، وانا لما ندخل فردي يبداوا الناس يفضلوا الرجل على المراه في هذا المكان فما شافوش اصلا مجهودها انما فالنهارده اشترطنا في القايمه ده هيخلي الناس تشوف مجهودها في طب شوفوا، وبعد كده لما تبقى الحكايه فردي اذا عجبكم نشاطات الناس دي ده اللي احنا بنحاول نعمله بالظبط يعني الفكره في حد ذاتها وتنفيذها من البدايه فكره صحيحه وراضيه السيدات الى اقصى درجه يعني هي راضيه السيدات وحقهم جدا وحقهم واقل من حقهم، يعني ده اقل من حقهم واقل من اللي يستحقوه.
انما للاسف احنا زي ما بقول لك مجتمع ذكوري، وفي ناس يعني تشوفيهم ناس مدعين الليبراليه جدا، ولما تيجي تناقشيهم في قضايا المراه تلاقيهم بيتكلموا بعقليه يعني 2000 سنه فاتت. وشكلهم كده ناس ليبراليين وناس يعني، انما هو من جواه ذكوري. فالمراه يعني مظلومه في المجتمع ما بين الفكر الذكوري بتاع الرجاله او المجتمع، وما بين النصوص الدينيه اللي بتترجم غلط، والموروثات والموروثات والعادات والتقاليد، فاحنا محتاجين نميزها. ورفض المراه للمراه، رفض المراه للمراه للاسف. في الدستور كمان في حاجه جميله جدا نصفت المراه في الشق السياسي يعني بالذات، هو في المحليات، ان هو قال 25% المراه على الأقل ودي اتنصت في الدستور يعني، اتقال بقى النسبة ده نص مش قانون، و25% للشباب. ويمكن كنا لسه بنتناقش بره، بقول لا يمكن الشباب دول ما هواش حكر على الذكور يعني، كل ما هي فوق ال 35 هتروح في ال 25% بتاعت الستات. البنت او الست اللي عايزه تخش اقل من 35 سنه هتروح مع الشباب في الشريحه بتاعت الشباب. فهيبقى عندي 25 دول يبقوا 30 او 35% هيبقوا ستات جوه المحليات. جميل. اللي هم يمكن يخشوا في 15000 واحده. عشان كده المشروع الثاني بتاعنا بعد ما نخلص تاهيل البرلمانيات. طب الصحوه اللي جت، الصحوه اللي جت دي صحوه جميله جدا يعني دي كانت نتاج ايه؟ بما ان حضرتك يعني كنت في برلمانات سابقه، الصحوه دي كانت نتاج ايه؟ طيب لو بنتكلم على الصحوه اللي موجوده دلوقتي دي، هي فكره ان الناس بصت للست من يوم 25 يناير وهي حست ان الست زيها زي الراجل. يعني انا شخصيا في 25 يناير كنت بشوف في موقعة الجمل وفي المشاكل الجامده دي، كنت اشوف بنات والله بيشمروا الكم كده وماسكين عصاية ويروح يقف أول صف. مشهد لا يمكن أنساه يعني، يقف أول صف ما تقلش عن أي راجل واقف معه. طب أنا لما أشوف المشهد ده، أنا خليني أنا واحد فكري رجعي ومش شايف أن الستات زي الرجالة، أنا لما أشوف المشهد ده مش ده يخليني أغير تفكيري؟ لما هم الرجعيين لما لقوا الستات بشكل ده، حطوا الستات بتوعهم هم كمان في الاول، بس هم كانوا حاطينهم بيتحموا فيها كمصدر. لا انا ادركوا برضو كنظره مجتمعيه. احنا شفنا اللقطه دي، لا هم كانوا بيضحوا بيهم يا شيخ، هم حاطينهم لا مش بيضحوا بيهم، عشان عارفين ان احنا عندنا يعني تقدير للستات، فما حدش ورجال الشرطه وما حدش هيقرب للستات، فبيتحموا فيهم. احنا لما شفنا اللقطه دي في 25 يناير حصل لنا يعني كده، ايه ده؟ طب ما الستات هم موجودين وبيشاركوا زيهم زي الرجال. في 30 يونيو بقى كان دور الستات كان اوضح. التجربه كانت نضجت في الثلاث سنين اللي فاتوا، وشافوا وشاركوا وشافوا نماذج كتيره طلعت، فبقوا موجودين اكتر. وشفناهم بقى من 30 يونيو في الانتخابات الرئاسيه وفي الدستور وظهروا موجودين طول الوقت. ده انا طيب يعني كان لازم نتجال، لازم نزعق. لا لا لازم، لا ولازم واضيف لحضرتك حاجه تدقى. ان في عز سطوه الاخوان اللي كان على باب الاتحاديه كم هائل من السيدات. طبعا ما تنسوش الصوره، الصوره واحنا ننسى الدور اللي قامت بيه الست الصوره في الفتره اللي دي، الصوره اللي قام على اساسها تعتبر الصوره دي تعتبر مشهد لوحده، صوره المناضله الكبيره شهنده مقلد طبعا امام وهو الاتحاديه بي بي طبعا بيقفل بيغلق بقها. طبعا ده دي لوحديها على فكره كان ليها دور، اللقطه دي كان ليها دور يعني في فتحهم وفي كشفهم، في كشفهم وفتحهم. خليني يعني انا بقى بقول لك، انا راجل فكري راجعي. لما اشوف الاستاذه شهنده مقلد وهي ست مناضله وبتاريخها ده كله واقفه، وهي في السن ده واقفه تعمل ده ومعرضه لتضرب تتهان، وواحد كل خوفه من كلامها، من كلمه يعني هو عارف كويس قوي كل كلمه هي بتطلعها هيبقى شكلها ايه او تاثيرها ايه، فواحد كل اللي خايف منه انها تتكلم، هو مش خايف من اي رد فعل. صح، انا بجاوبك، انت بتقولي الصحوه يعني دي جت منين؟ جت من ده، من دور الست اللي هي خدته باستحقاق. فلما يجوا بقى النهارده، عشان كده كانت يعني كنا رحنا، لما رحنا قابلنا الرئيس وقابلنا وزير العداله الانتقاليه ونقول له ده حق الست. ما ينفعش بقى نقعد نقول لها والله انت جميله وانتوا دوركوا عظيم وانتوا شاركتوا وانتوا عملتوا الام والاخت وبعدين لا والله ما احنا عندنا احنا في السنوات اللي فاتت دي كلها حدث عندنا كبوه بالنسبه للست، في طبعاً الست البسيطه طبعاً. اصبح النهارده ثلاث ارباع سيدات مصر معيلات يعني. الست النهارده بتعول، اما الزوج بيكون مريض او الزوج بيكون مش موجود او الزوج بيكون قاعد في البيت ما هي طفشان دي من ضمن. فاصبحت الست دلوقتي
ثلاث ارباع بيوت مصر المراه هي اللي بتعول فيها، وبعدين نتيجه لان هي بتعول بعد كده اصبحت من الغارمات، لان الست اللي بتعول النهارده وبتصرف على اكل وشرب وكسها بتضطر تستدين ومدرسه بتضطر بعد كده تستدين عشان تجوز بنت ولا تجوز ولد، فاصبح الضرر على الست في الفتره اللي فاتت دي مكثف. يعني انا النهارده بقول تعالي شيلي وبعدين اتعاقبي على كل اللي انت عملتيه في الفتره اللي فاتت. يعني اعتقد انه الفتره الجايه باذن الله من خلال ما سن للمراه في الدستور المصري الجديد ومن خلال مجهوداتكم طبعا اللي اصبحت واضحه جدا، يعني يمكن لاول مره يصبح المجهود السياسي او المشاركه السياسيه للمجلس القومي للمراه واضحه بهذا الشكل. الاول كان كل التعامل مع المجلس القومي للمراه، ويمكن حضرتك يا استاذ باسم يعني تعلم ده، انه انت كملف سياسي يمكن جديد، الاول كانت الحكايه كلها مجتمعيه، ست مطلقه ومش عارفه تاخد حقها، ست ولادها متاخدين ومش عارفه تجيبهم، ست، انما ما كانش في تركيز على انه هذا الكائن ممكن يكون له ملف سياسي ونعمل له تمكين سياسي. انا بتكلم عن الملف السياسي اكتر، بس ده مش الدور الوحيد اللي بيقوم بالمجلس طبعا، يعني المجلس بيقوم بادوار ادواره كان بيقوم بها جدا، لكن هذا الدور وهذا الملف جديد وشديد الاهميه. صحيح. يعني ما ادركناهوش الا دلوقتي، فاصبح فيه للمراه ملف سياسي بتتعامل من خلاله. صحيح. لو اوضح لك كمان انا الفكرة، عايزه بس كلمه سريعه عشان احنا كده الفكره بتاعت التاهيل اللي احنا بنحاول نعمله ده، زي كنت بتقولي هتجيبوهم منين؟ في ناس جم عملوا انترفيوهات، بس احنا كمان هنركز على المرشحات بالفعل، يعني مش اللي نفسها تترشح، لا، اللي هيترشحوا بالفعل احزابهم هترشحهم او هم هيترشحوا مستقلين، هناخد الناس دول ونعمل لهم تدريب مكثف بمده طويله في جميع المجالات، يفهموا بقى الدستور اللي حضرتك بتتكلمي عنه. يعني هايل، يعني اللي احنا انا هقول لك في دقيقه واحده، يفهموا قانون، يفهموا شويه تسقيف، نديهم المهارات اللي هم محتاجينها كلها، نديهم ازاي يعملوا حمله انتخابيه، يعني هديهم كل تفاصيل العمليه السياسيه، هنعمل لهم خط وخدناهم كده بالتدريب لحد ما وصلنا اللي هينتخبوا فعلا، خط ساخن تليفون خدمه لاي واحده هتروح تشتغل في الحمله الانتخابيه بتاعتها، اي مشكله تقابلها سياسيه او قانونيه تلاقي حد تلجأ له يقف معاها ويدعمها في المحافظة بتاعتها أو في الدايرة بتاعتها. ده خط ساخن للمرأة علشان أي واحدة. وهنعلن قريب على التفاصيل دي كلها. وهيتم الإعلان من خلالنا إن شاء الله. يعني هيكون لنا لقاء تاني. والتدريب المكثف ده لازم تكونوا حاضرين معانا فيه. لازم تبقوا موجودين. لا ده احنا طبعا ده شيء يسعدنا جدا ان يكون لنا كاميرات في التدريب المكثف، ونشوف المراه داخل المجلس القومي للمراه ازاي بيتم تدريبها، ازاي بيتم تثقيفها سياسيا. حاجه جديده علينا كسيدات انه النهارده بقى لينا ملف سياسي نقدر من خلاله نتعامل، نطلب حقوقنا وهو بيجيب لنا حقوقنا بالفعل. هذه التقسيمة اللي بدأنا بيها الأول، بدأنا إن احنا بننمي هذا الوعي السياسي، بعد كده عملنا دورات تدريبية، بعد كده أخدنا المجموعة اللي احنا هنختصها بهذا عشان تخدم الكل في الفترة القادمة. يلا السيدات قادمون بس في إضافة في البرلمان المصري. نعم بس بشكل سريع جدا، سريع جداً. أنا عندي موجز فيما هو أفضل كمان هيتعمل، هيعمله المجلس القومي. أفضل. السيدات اللي نجحوا داخل المجلس هيعملوا لهم دورات لتحسين الاداء داخل المجلس. طيب يعني تعرف يعني ايه استجواب، يعني تعرف يعني ايه. احنا عايزين طبعا نواصل هذا اللقاء مره ثانيه، لانه الساعه ما كفتش كلامنا النهارده عن المراه، ولا يعني ساعات كتير تكفي كلامنا عن المراه في الفتره الجايه ان شاء الله. خلاص هذه الزهره الجميله اللي كنا بنحطها في عروه الجاكيته اصبحت لها شكل ثاني وقيمة أخرى، والرائحة النفاذة إن شاء الله الجميلة هتعم على مصر كلها من وجود المرأة في هذا المجال السياسي. شكرا، ولقاء يتجدد في الأسبوع القادم، وملف جديد والسكوت ممنوع. شكرا وإلى اللقاء.